السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم ان كل فيديو فيه معلومة مفيدة. النهاردة جينا هنتكلم عن بلف التبخير، بس مش هنتكلم عن ازاي تفكه او تنظفه او ايه فكرة تشغيله، لا، احنا هنتكلم ايه فايدة بلف التبخير في المحرك، عشان خاطر الناس بتقول ان المحرك ده مفهوش بلف تبخير، وفي ناس بتقول انه ملوش لازمة، في ناس مش مهتمين بيه. ليه عدم الاهتمام؟ انا مش عارف. بلف التبخير ده جزء مهم جدا 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 في محرك العربية. ليه؟ كل محرك ليه ضغط داخلي معين بيتقاس بقيمه معينه. البستم وهو طالع، البستم الطبيعي بيبقى فيه تجويف، وهو طالع بيولد الضغط الداخلي فوق عشان يحصل الانفجار عشان العربيه تدور، بس هو نازل. اللي الناس الحاجه المعلومه اللي غايبه عن الناس، البستم ده هو نازل، البستم مجوف زي ما انتم شايفين كده. التجويف ده وهو نازل بيولد ضغط، الضغط ده اسمه الضغط الداخلي للمحرك. الضغط الداخلي للمحرك ده لو زاد عن الطبيعي المكنه تضرب ورسال، لان الضغط هيزيد عن الورسال، او المكنه هتطلع الزيت في العلمه من مكان التبخير بسبب زياده الضغط الداخلي. المكنه وهي على الصرانسين ليها ضغط ثابت، لما انت بتجري بالعربيه والبسادم بتتحرك بسرعه الضغط الداخلي للمحرك بيزيد، فالبخار بتاع المكنه او التبخير بتاع المكنه بتاع الزيت بيزيد، فبلف البخار هنا بيفضل قافل طول ما انت بتجري بالعربيه. اول ما بتشيل رجلك عشان تعدي مطبق او عشان اي حاجه بيبدا البلف يشفط كميه البخار اللي واقفه قدام منه منتظره تدخل. البخار ده بيخش على اواعد صبابات البنزين. ليه؟ عشان اواعد صبابات البنزين دي بتبقى معرضه جدا للتلف بسبب ان هي تحتيها انفجار، القرصه بتاعت الصباب نفسها بيبقى تحتيها انفجار درجه حراره عاليه جدا والبنزين بيخش لها سائع. فالفكره هنا ان هو الخواجه بيحط تبخير على اواعد الصمامات عشان يطول عمر قعده صمام البنزين، تخش لها بخار زيت درجه حرارته عاليه عشان بنزين سائع ما ياثرش عليها. هنا الفكره ان انت كل ما ضغط المحرك الداخلي بتاعك يزيد، لو البلف مش شغال الزيت هيطلع في الهمه او هتضرب ورسات لو انت لاقي التبخير بتاعك. فبلف البخار ده حاجة من الحاجات المهمة جدا في العربية، واللي عاملين احنا فيديو قبل كده بطريقة تنظيفه وبطريقة تشغيله، عشان انا بيجي لي لحد دلوقتي عربيات ملغي فيها بلف البخار. أرجوك لو هتلغي بلف البخار عرف صاحب العربية يشتري لك واحد استيراد، لأن الجديد رديء السمعة مش شغال كويس. هتلغي بلف البخار عشان تظبط عربيتك، عشان عامل معاك تقطيع في أول الدوسة أو مزود هواء الكربيراتير عشان فاتح على طول، لازم تعرف صاحب العربية اشتري بلف بخار استيراد واقدر اركبه لك. ما ينفعش تلغي بلف البخار من غير ما تعرف صاحب العربيه، ان بلف التبخير ده مهم جدا 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 عشان بيظبط الضغط الداخلي للمحرك. يا رب اكون اديتكم معلومه جديده وشكرا. ايه رايك؟ برافو يا هندسه. ده كده النهارده؟